نعطي شويه انرجي مع صباح زميلي محمد. صباح مرحبا النور. صباح الله يخليك وصباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وين ما كنتوا في برنامج صباح الجمعه. دونك كما قلت زميلي محمد، اليوم راح نتكلموا باش نعطيو شويه طاقه ايجابيه مع صباح. وبما انه حلقه اليوم حققناها باش نتكلموا على قطاع الصحه، ويعني المجهودات عفوا المبذوله في هذا القطاع خصوصا مع تفشي وباء كورونا بكثره في الفتره الاخيره في الجزائر والعالم باسره، دونك راح نحكيو مع بعض على التطور التاريخي للنظام الطبي في العالم. ما يخفاش عليك انه القطاع الطبي يعتبر من الدعائم الاساسيه اللي تبين مستوى تقدم الدول من الناحيه الاقتصاديه، هذا من جهه. الحاجه الثانيه كذلك النظام الطبي عرف تطور تدريجي وملحوظ كبير من عصور ما قبل التاريخ الى العصور الوسطى وصولا الى القرن 21. فكما سبق وقلت لك انه بدايه تطور النظام الطبي كانت في عصور ما قبل التاريخ، وين كانوا يعتمدوا على نظام التجربة والخطأ باستعمال يعني أعشاب معينة، وكذلك كانوا يربطوها دائما يربطوا النظام الطبي بالجانب الصحي. كانوا كذلك يستخدموا بعض النباتات وبعض الأعشاب لتكون موجودة في تجارب كانت مباشرة على الإنسان، ما تروحش بالفأر. طبعا لكن كانوا يعتمدوا كما قلت لك، كانوا دائما يربطوا القطاع الطبي بالجانب الديني كذلك الروحي. صحيح. نعم، وبعض التعويذات، لانه مثلا كما قلت كانوا يستعملوا بعض النباتات، يروحوا يعملوا مباشره التجارب على الانسان ويربطوها مثلا ببعض التعويذات او يعني بتلاوه القران والعديد. يعني راح نشوفوا بعض الصور على الشاشه اللي تبين التطور التاريخي للنظام الطبي في العالم. دونك بعدها ما يخفاش عليك محمد، لو نتكلموا على تطور النظام الطبي في العالم لازم نتعرفوا كذلك على يعني اللي مثل كما يقول لك هو ابو الطب الحديث اللي جاء بعد العصور القديمه. اذا راح نشوفوا الصوره تاع ابو قراط على الشاشه، المفروض انها موجوده نشوفوها مع بعض. دونك هنايا ابو قراط جاء في القرن الخامس قبل الميلاد باش يفصل بين يعني معليش نكمل نواصلوا المعلومات المتعلقه بالتطور التاريخي النظام الطبي. دونك ابو قراط جاء في القرن الخامس قبل الميلاد عفوا. دونك باش جاء زاد طور النظام الطبي وفصل بين كانت كاينه يعني معلومه كثير جدا مهمه، وين هنا ابو قراط كي جاء فصل بين الطب وفصل بين المعتقدات الدينيه، وقال لك انه الطب يرتبط فقط ب النظافة الشخصية والبيئية. نزيدو نشوفو كذلك يعني كانوا يتكلموا على الوقاية مش العلاج، يعني نظف نفسك حتى ما توصلش انك تصاب بمرض يصعب من بعد علاجه. يعني خلى انه الفكرة اللي كانت موجودة في العصور القديمة اثبت انه هذه الفكرة والمعتقدات اللي كانت موجودة في العصور القديمة بخصوص المجال الطبي اللي ربطوها بالتعويذات وربطوها بالشق الديني وربطوها عفوا باستعمال النباتات وكذا وكذا، اثبت انه هذه الفكره خاطئه. بعدها بقى النظام الطبي في تطور ملحوظ، وين وصل كذلك عند المصريين القدامى، بحيث لوحظ انه اقدم سجلات الطب اتت من الحضاره المصريه. هذه الحضاره اللي استمرت من 3300 الى 552 قبل الميلاد. هنا المصريين تقدر تقول زميلي محمد كان عندهم دور كبير وفعال في ايجاد حل للكثير من المعضلات والمشاكل الصحيه في هذاك الوقت باستعمال العلاجات الطبيه، كما يعني بعض الاعشاب النادره اللي كانت توجد في المدن والقرى فهما كانوا يعتمدوا عليها وكانوا يستعملوها في علاج الاشخاص. بعدها كذلك نزيدوا نشوفوا مع بعض التطور التاريخي لمجال الطب عند تفضل محمد. نعم طبعا المسلمين ربما كان عندهم ايضا بصمه كبيره جدا، وابن سينا ربما يكون ربما هو اشهر أو من أشهر المسلمين القدماء. نعم. اللي ربما كان عنده بصمة كبيرة جدا في بعض الاكتشافات. نعم. وأيضا. نعم. في بعض احنا راح كذلك راح نتكلموا على نظام كيفية تطور النظام الطبي عند المسلمين، لكن قبل هذا نشوفوا تطور النظام الطبي عند الرومان وبالتحديد نربطه بفكر أرسطو، يعني هذا المفكر اللي كان يعتمد على النمط العلمي في المجال
الطبي، يعني كذلك وضع الأساس لعلم التشريح المقارن وعلم علم الأجنة، علم الأحياء كذلك. وبعدها كما قلت زميلي محمد، بالنسبة لتطور الطب عند المسلمين كان ابن سينا دور كبير وفعال كذلك في تطوير ويعني اعطاء العديد من كما يقول لك العديد من الافكار والعديد من المقترحات التي تتعلق بهذا القطاع. وهنا يعني اون غوسو مودو انه المجال الطبي بقى في تطور بعدها في العصور الوسطى، بعدها في العصر الحديث وين بلوز اكزاكتومون في 1683 وين اكتشفوا عالم البكتيريا. يعني كذلك كان كاين العالم ويليام هارفي اللي اكتشف الدوره الدمويه في عام 1628. بعدها نروحوا وين في القرن التاسع عشر وين اكتشف الباحث فيليم ايتهوفن من هولندا تخطيط القلب وين ولو يقيسوا ضربات القلب، وكذلك اكتشاف كارل لادينشتر فصائل الدم في عام 1901. وكذلك في سنة 1967 كانت هذه السنة الفاصلة وين تم إجراء أول جراحة تجميلية الطيارين في الولايات المتحدة الأمريكية اللي صابهم تشوه بسبب سقوط الطائرة. وبعدها القرن الواحد والعشرين وين ثورة في مجال الطب وين اكتشفوا العديد من الأمراض، اكتشفوا العديد من الأوبئة أقول. ويعني بما أنه رانا نتكلموا على الأوبئة زميلي محمد، دونك اكتشوالمون كي بارك تشوف رانا عايشين جائحة كورونا اللي راهي عندها أكثر من 6 شهور راهي تنتشر في مختلف ربوع العالم. دونك حنا اليوم كذلك في فقرة على بالك حضرنا بعض المعلومات الخاصة بظهور بعض الأوبئة وكيفاش اختفت خصوصا الإنسان. نعم أيضا طبعا، خصوصا أنه الناس يعني منذ أنه منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه وباء كورونا يعتبر وباء عالمي، هنا كثير من الناس ولات متخوفة وقتاش يخلص هذا الوباء وقتاش يروح اون غوسو مودو. دونك البدايه راح يعني قبل ما نروحوا نشوفوا الانفوغراف اللي جبتوا لنا فارس، كل الاوبئه اللي كانت تهدد حياه البشر تم القضاء عليها طبعاً. او تم التعايش معها بوجود بايجاد اللقاح لها. كورونا سيكون مثل سابقه ان شاء الله. كورونا يا اما راح نلقاو ان شاء الله، لازم نكونوا دائما متفائلين، يا اما راح نلقاو لقاح ونقضيو على هذا الوباء نهائيا، والحل الثاني ممكن انه راح يصير وباء موسمي لازم نتعايشوا معه. دونك كما قلت زميلي محمد البدايه راح تكون كما راح يظهر على الشاشه بالانفلونزا الاسبانيه. دونك الانفلونزا الاسبانيه كانت من الاكثر الاوبئه شراسه اللي ظهرت في عام 1918 واودت بحياه اكثر من 50 مليون شخص في العالم، وانتهت بوفاه معظم المصابين او تطوير مناعه جماعيه. نزيدوا نشوفوا مع بعض على الشاشه كذلك طاعون جاستينيان دونك اللي اصاب في هذاك الوقت الامبراطوريه البيزنطيه، تسبب في وفاه ما بين 30 و 50 مليون شخص اي ما يعادل نصف سكان العالم في هذاك الوقت. واللي كذلك هنا لازم نركزوا انه بخصوص هذا الطاعون تم القضاء عليه بتطبيق فكره التباعد الاجتماعي اللي راهي مفروضه حاليا بسبب وباء كورونا. وهنا ما يخفاش عليك محمد كاين الكثير من الخبراء في مجال الصحه اللي قال لك انه وباء كورونا ممكن مستقبلا ما راحش يكون هنالك لقاح فعال هذا الفيروس، لكن يمكن يعني القضاء عليه من خلال تطبيق فكرة التباعد الاجتماعي. نزيدوا نتواصلوا ونشوفوا مع بعض على الشاشة وباء الإيدز اللي ظهر عام 1976 واللي راهو يعني اقتل منذ تشخيصه ما بين 32 إلى 36 مليون شخص.
بخصوص هذا الوباء زميلي محمد، مازال ما لقاوش علاج واضح، لأنه هو أكثر شيء فيروس من أنه يكون وباء، لكن توجد علاجات مضادة للفيروسات القهقرية اللي تساهم بالسيطرة عليه، يعني سي دي كالمون اللي يستعملوها باش يخفضوا من نسبة انتشار هذا الفيروس في جسم الإنسان. نزيدوا نشوفوا مع بعض على شاشة مشاهدينا الكرام الطاعون الأسود اللي ظهر في القرن الرابع عشر وأودى بحياة ما يصل إلى 200 مليون شخص في شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا، وانتهى بالعزل الصحي وإبقاء الناس في المنازل. دونك سبحان الله، حتى في الأزمنة الغابرة كانت كاينة نوع من الأوبئة واللي تم القضاء عليها بتطبيق فكرة العزل والحجر الصحي. دونك هنا زميلي محمد، ومن هذا المنبر نوجه يعني نداء لكل المشاهدين، انتم دونك اذا ما عندكمش حاجه برا ولا الزموا بيوتكم باش نقدروا نخفضوا نسبه الاصابات بوباء كورونا. نعم صحيح، الحجر ربما هو افضل وسيله لمنع انتشار هذا المرض وايضا للحفاظ على الارواح. لما نسمعوا 200 مليون ونسمعوا 50 مليون قتيل، ربما هناك ما يبرر هذه الارقام لانه التكنولوجيا الطب في ذلك الوقت لم تكن متطوره، ايضا تشخيص المرض الى اخره، لكن اليوم ان شاء الله بحول الله، يعني المستمع قد يقول لك احنا اليوم في نصف مليون ولا مليون مصاب، هل نستناو حتى 30 مليون؟ ان شاء الله ما نوصلوش هذا الاعداد ان شاء الله. ان شاء الله. دونك ما زلت بخصوص اهم الاوبئه والفيروسات اللي ظهرت عفوا في الازمنه الماضيه، كاينه متلازمه الالتهاب التنفسي الحاد اللي راح نشوفوها على الشاشه، اللي ظهرت سنه 2003 واللي أصاب أكثر من 8000 شخص وانتهى بطبيعة الحال عفوا عبر المضاعفة من ممارسات النظافة الشخصية والعوامل البيئية كارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في فصل الصيف. دونك بالنسبة للفيروس متلازمة الالتهاب التنفسي هو عكس وباء كورونا، لأنه قبل من شي 3 شهور محمد يخي داروا دراسة وين قال لك بأنه وباء كورونا ما يقدرش يتعايش مع الحرارة، لكن هذه الدراسة ما ثبتتش نجاعتها، انه كاين دراسات جديده اللي قالت لك بالعكس انه وباء كورونا يتعايش اكثر من مع الحراره اكثر من البروده. من البروده. نزيد نشوفوا مع بعض وباء اخر على الشاشه، الجذري اللي اجتاح اوروبا وقاره اسيا وشبه الجزيره العربيه لقرون عده وقتل الكثير ليصبح اول وباء فيروسي يمكن التخلص منه عن طريق اللقاح. دونك هذا القول لقاح، وان شاء الله كذلك كورونا يزيدوا يلقاو لها لقاح، لما لا. كاين كذلك انفلونزا الخنازير اللي ظهر عام 2009. انفلونزا الخنازير محمد ممكن كذلك عندك فكره عليه، لانه عايشنا الفتره هذيك يعني، وكذلك في هذاك لو مومون لقب بالجائحه، لانه كما حضر على الشاشه اودى بحياه ما بين 150 و 500 الف شخص. هذا الوباء تمت السيطره عليه من خلال كذلك اكتشاف لقاح مضاد. اخر وباء راح نزيدو نشوفوه على الشاشه معروف عند الجزائريين والعالم باسره ايبولا. نعم. ايبولا اللي ظهر عام 2013 في غينيا ثم في ليبيريا وسيراليون، وبعد عامين وبالتحديد سنة 2015 دونك انا حنتابعو على الشاشة، أظهر في الكونغو وأدى بالإجمال إلى وفاة أكثر من 11 ألف شخص في العالم. نعم. وتوقف انتشاره يعني بعد استجابة دولية واعتماد علاجات لغير أمراض أثبتت فعاليتها ضده في هذاك الوقت. اون غروسو مودو محمد، يصعب التنبؤ بنهايه الاوبئه في العالم، لكن يبقى دائما انه نعم يصعب التنبؤ بتوقيتها، توقيت انتهائها، ولكن في الاخير بدايتها ونهايتها الاثنين مع بعض، لكن نعم تنتهي. لا طبعا الله. طبعا يقول لك دوام الحال من المحال. نعم. فبالنسبه حتى الوباء كورونا، فاما الايام القليله القادمه راح تحمل بشره خير انهم يلقاو لها لقاح، واما راح تكون فيروس موسمي ولازم نتعودوا عليها، لانه راح تكون في حياتنا اليوميه، نولوا ناخذوا فقط الاجراءات الاحتياطيه عفوا اللازمه، اللي تمثل في لبس الكمامه والغسل المتكرر واعتماد التباعد الاجتماعي.